بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، سنطرح السؤال التالي على تلاميذ الصف العاشر في المدرسة الفرنسية العالمية في جدة: ماذا تمثل اللغة العربية بالنسبة لك؟ اللغة العربية هي شريان حضارتنا النابض ووجه ثقافتنا المشرق، تتجلى فيها عظمة التراب، تتدفق منها شلالات العطار، هي سيدة اللغات، هي عروس اللغات، هي تثبت العقل وتزيد في المروءة. اللغة العربية هويتي. تعلم العربية فهي تزيد من وعيك كإنسان، ومن طلاقتك كشاعر، ومن موهبتك كمبدع. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الدار. اللغة العربية هي الأحب إلى قلبي.